نحن منذ أكثر من 6 أشهر نقول بأن الجزائر تحتاج إلى توافق، إلى شراكات سياسية قوية وازنة. والدستور الجزائري الذي دستور 2020 الذي تكلم عن الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية، نحن في الأرندي كمناضلين اخترنا لأن عقيدة الأرندي هي حماية مؤسسات الدولة، بناء المؤسسات باستمرار وتقويتها، اللحمة الوطنية، الحفاظ على الوحدة الوطنية، التراب الوطني. وعندي مشكلة في منطقة حدودية، لذلك هذه الأغلبية الرئاسية اختارت كشراكة مدعومة بقوى أخرى سياسية، اختارت أن تمشي في التوافق، لكن الأرندي كان هو الأول الذي نادى بالتوافق ونادى من أجل الجزائر. وقلت هو التوافق المسؤول في الجزائر وفي كهدف، والأرندي يشتغل بالتوافق المسؤول عندما يستدعي الأمر الجزائر وخدمة الجزائر وأمن الجزائر واستقرار الجزائر وتقوية الجزائر. الأرندي ممكن يتحدى خطوات للوراء، يتنحى من الأنانية، يتنحى من الذاتية. وإحنا رحنا الرجل هذا بقناعة، بقناعة قلنا لنا خطوات، قلنا الجزائر تحتاج رجل توافق. 6 شهور وأنا نتكلم مش في الحملة الانتخابية، وقيل هل الأمر شركاء سياسيين؟ بنقول صراحة هل المرحلة الحالية هناك حزب قادر أن يسير الجزائر قارة، بلد المليون ونصف مليون من الشهداء، بلد اللي فيه مخاطر، فيه تحديات، فيه رهانات، سياق صعب، حدود ملتهبة، وأعداء كثر. أنا كمناضل والمناضلين تاع الأرندي جبدنا روحنا وبدينا نفكروا، قلنا لازم يكون توافق. نعم، ولكن نعمل في الأرندي يا إخوان. أنا مناضل نؤمن بأن الجزائر تبنيها مؤسسات سياسية، أحزاب قوية بما فيها معارضة قوية كباقي الدول. الجزائر واستقرار سياسي تحمي مؤسسات سياسية قوية، لذلك في المستقبل والآن نعمل بأننا نحن حزب قوي ونتقوى أكثر، ونريد من شركائنا أن يكونوا أقوياء، نريد أن نكون أقوى من بين الأقوياء ومعارضة قوية من أجل استقرار سياسي في الجزائر.